الحين هذه جنطتك ولا جنطة العائلة كلها ولا شن؟ لا هذه جنطتي، جنطتي مالتي هذه. يا ولد ملابس واجد. اي انا اكثر شيء جايب تيشيرتات شي، عرفت؟ فنايل. اي اي فنايل اكثر شيء جايب تيشيرتات بلوفرات وشوز شي، عرفت؟ شوز يعني نعول اعرف. لا لا جواتي. اي ما نختلف ان شاء الله. زين اقول لك هذه غرفتي. اي الله يسلمك. ابي جلبتك وين وديت انت؟ حطيتها بالحوش مع خدامتكم. راطنا ايه. اي اي صح. ما شاء الله ما شاء الله، شوف الغرفه شرح عوده. ها ايش رايك؟ ايوه من قدك الله فعلك. خوش سرير عود، انا نام هني وبارله هني. اقول اركد اركد، هذا سريري نفس ما هو سريرك. زين انت مو قلت لي ان هذه غرفتي بروحي؟ ما في شيء اسمه حقي بروحي بهالبيت، امي الوحيده اللي بروحها. زين وشيخه وين؟ اختك مع اخواتي الثلاث قاعدين بغرفه واحده. ولا كلهم غرفه واحده؟ هودا شو انا معاك بغرفه وانت ريال بيتي، لو معاك اربعه كان هني ميت. يا عمي صايره طقاصي لا تشوف. لا زين انا بكلم اختي ها بروح لها. تعال تعال تعال. وين تكلم اختك؟ غرفه البنات ما حد يدشها. تبي اختك تلاقيها بالصاله ولا دق عليها عاد. زين انا بروح اكلمها بيه موضوع. ما تكلمها، شنو تكلمها؟ شنو وين قاعدين احنا بسجن؟ اي هذا البيت نفس السجن، يمشي بقوانين السجن المركزي، قوانين عمشه. ها؟ الو انت فين؟ خمس دقايق يلا عجل. سلام. ترى فكره البارتيشن فكرتي انا، يعني قلت بنيه تحتاجين شويه خصوصيه، شوفي ترى جديد لونه ماشي مع الغرفه. مشكوره. تبين اساعدك في اغراضك؟ ترى انا مرتبه. مشكورة. إذا تبين شيء ترى أنا جارتك هني، إحنا جيران. مشكورة حبيبتي. أنا أصلاً طالعة التاكسي ناطرني برا. تعال تعال تعال. ليه التاكسي؟ أنا وصلك. أنت إيش تبين؟ إيش دخلك؟ وإيش عليك؟ ما أبيك ما أبيك، مو لازم اقعدي أنت هني. الله كفو بنت الضاحية تعجبيني. دلال سعيد المناحي. بدرية سعيد المناحي. ايه الو لحظة لحظة لو سمحت حرك. إيه كاني جاية جاية. لما تعشيت انطروني. مع السلامة. يلا عليك من بنت حسبك منهم. منهم يمه بعد منهم. خواتك وين؟ بدريه فوق ودلال طلعت. ما شاء الله طلعت من غير ما تقول لي. ليه مزهريه انا ولا مبخر بالبيت؟ دقي عليها وقولي لها امي تنطرش على حر من الجمر وهي بتفهم. وين الخيزرانه مكانها يمه؟ حسبي الله عليكم من بنات كانكم بتجننوني. ما ترد. دزي لها مسج. وانتي بعد ايش عندك واقفه؟ تعالي تطمشي. سوري خالتي بس احتاج الواي فاي الانترنت، اقصد الرقم السري حقه. افهم افهم ام جزاع ريزيدنت. اقول لك التهجئه؟ لا لا خالتي اعرفها. صبي لها قهوه. لا لا مشكوره اخاف ما انام بعدين. اجي صبي لها شاي حليب. واو صدق عندكم وايد احبه. ايه ابشري عندنا. تفضلي تفضلي اقعدي. واو شو اعمل؟ صلي ساعه ناطر هو. مشكوره. دزيتي مسج لاختك؟ اي يمه. الو اهلين اخي. ليك اخي طاهر نحن تعال. يا ولد يا ولد
خالتي شفيش لا تخافين ترى she's very friendly ما تأذي friendly شو فيها يما حلوة friendly ورد عمشة يا أم جزاء يا حبيبتي شوف الكلب ترى وفي ها حلالي بتوفى حرام عليكم أنا بتوضي جزاكم الله خير وخروها عندي وخروها يلا 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 بنمشي يلا جزاء كش 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 يلا يلا كش يلا كش يلا تضحكين على على بوت على بوت يا الهبلة يما ايش دخلني اسمها بارلة بارلة يما حسبي الله عليكم خالتي لا تقولي لي خالتي انا اسمي نوال ان شاء الله خالتي امي سوت العشاء تبين ما ادري اشوف بعدين كيفك شيخة تحت السولف وميتة من الضحك وعموري طلع مع ولدهم هذا بقحفيه شو سالفة ماكو سالفة ولا شيء اصلا عيالي من عمرهم اجتماعيين اي بس مو هالكثر ما توقعت انه عادي عندهم هو مو عادي بس يدرون ان ماكو فايده من اللي قاعد يسوونه وما يبون يكدرون عمرهم يبون يتعايشون ويتاقلمون على الوضع ويا ريت تتعلمين منهم هالشيء نزلتها تعال معي لا روحي بروحك انتوا حريم مع بعض وسيدات ولازم تتعرفون على بعض سيدات مو عاجبتك خلاص ليديز بنزل تحت اشوف الليدي عمشش عندها ما قلت لك ما راح يموت بس اخر شيء طاح عمر قلبي يا يبا يطيح عادي بس ما يموت هذا بطل الفيلم كيفك كيفي زين امشي خلنا نتعشى لا الفيلم طول والله متى تذبحني ايش ناوي علي يبا كيف نفيشي خلصتي كليتي كل شيء عليك بالعافيه المهم ونستك الفيلم تسلم تسلم الله يسلمك مدام هذا صديق الله نسوي ورق عنب يا سلام احب ورق العنب هي هذه خدامه جارتنا عندها مشروع ورق عنب ورطناه ما شاء الله عليها مو مقصره كلها تسوي لها اعلانات لذيذ وناطع وشاي الحليب هذا ألذ شاي حليب شربته بحياتي وي بعدك ما ذقتي طباخ امي ما شاء الله عليها حلوه ما شاء الله ما شاء الله اي مام هذا يمكن ثالث كوب تشربينه انت بعد قولي ما شاء الله ما شاء الله انت شربتي اكثر منا كلنا بدريه تعالي ابيك بالمطبخ ان شاء الله عن اذنكم اوكي حبيبتي بنات ما تبون ورق عنب لا عليك بالعافيه لذيذ ناطر تسلمين وتبيني اطبخ لهم تزيني طبخي بعيونهم ها طبخي حلو انت مجنونه يما تطبخين حق القاسي والداني جيت على هالمسكينه ما تبين تطبخين لها انا ابي اطفشهم من البيت وانت بتسوينهم يدهين على تنكتين انت خبله ولا شنو بسم الله يما ترى ما صار لهم الا ليله اصبر شوي عقب سوي اللي تبين تسوينه لا تردديني وجع ان شاء الله بس ولي عافيك يما لا تفشلين قدامهم ما تبين تفشلين اي والله لخليك ما تقدرين تطالعين بعيونهم والله انت واختك المقروده هذه وينها يما عند رفيجاتها عند رفيجاتها انا اعلمكم انا اعلمكم المسلسل اللي قاعده تتابعينه وايد كلتني ورق العنب هذا اي وايد لذيذ يا مساء الخير مساء النور انتي دلال ايه دلال حياتي حبيبتي استريحي لا دلال تعبانه من قال لك ان تعبانه اسمع مني وروحي فوق بسرعه تليل يا تليل يما ما قالوا لك اني انطرك يا تليل يما ساعه شفت ما قالوا لك اني انطرك يا تليل يا تباح يما حرام عليك اي الساعه 10 تطلعين من بغير اذني تعودي من الشيطان يا مجزعة شوي شوي على البنت البنت اللي ما تسمع كلام امها ولا ترد على امها حلال فيها لا تصحين الخزار هذا ما تسمع تسمعين ولا لا يما يما خلاص تكفين اذكري الله دلال
وما كان لازم الحركات قدامهم. قلعتي